إن الخارطة الأساسية اللي هي قطع الأحواض داخل حوض رقم 3 نعمل له لون مميز، يفضل الألوان الفاتحة. واحنا عاملين له تحديد نعمل رايت كليك وأوردر وسند تو باك. نعمل أيضا غلاف أو غبر لخارطة أحواض بلدة سردة وخارطة التجمعات السكنية في محطة مرغة والبيرة نفس الطريقة. نقدر نضيف شعار ايضا على الخارطة خلال insert pictures. آخر إشي عندنا مفتاح الخارطة، نضيفه من قائمة insert. خلينا نشتغل على layers الداتا فريم هاي، نعملها active. بعدها نعمل insert لأنه موجود فيها جميع الطبقات. في مفتاح الخارطة يظهر عندنا البارسلز وحوض رقم 3 وجميع الأحواض وحدود البلد التجمعات السكنية وحدود محافظة رام الله والبيرة. نكتب عنوان اللي هي المفتاح بالعربي، نختار اتجاه اللغة العربية من اليمين إلى الشمال. بلزمش نعمل order. طبعا ما ظهر لازم نظهر جميع الطبقات. نقدر نلغيهم من خلال نعمل symbology.
شغلة مهمة نعمل سلكت لجميع اللايرات، نختار هذا الستايل، نقدر نعمل رايت كليك على مفتاح الخارطة ونعمل convert to graphics. بعدها ungroup، نحذف هدول.
وصلنا لنهاية الدرس السابع عشر والدرس الأخير من المرحلة الأولى لتعلم RGS بثلاثة مراحل. بتمنى منكم أنكم استفدتوا وأخذتوا فكرة كيف يتم استخراج الخرائط. طبعا زي ما حكينا في البداية أنه علم الخرائط هو فن في رسم الخرائط وتنسيق أي شيء موجود داخل الخارطة من اتجاه الشمال، من مقياس الرسم، من الإطارات والخلفيات والعناوين واللوجو مفتاح الخريطة. كلها بدها تنسيق وبدها شغل وبدها وقت. واستخراج الخرائط يختلف من شخص لآخر. ممكن أتمنى أن تعجبكم هاي الخارطة اللي راح نعملها إكسبورت من قائمة فايل بعد ما نخلص جميع أمور التنسيقات. نروح على قائمة فايل، بنعمل إكسبورت ماب، نختار الاسم. طبعا بالنسبة للريزوليوشن دقة عدد البكسلات، كل ما زاد العدد بزيد الوضوح. انا جربت على 200 وجربت على 300، بس اكثر خارطة طلعت واضحة على ريزوليوشن 1000. طبعا الصيغة او التايب للخارطة صيغة من نوع تيف. نعمل سيف، يقوم البرنامج بتصدير الخارطة على شكل صورة او ايمج من نوع تيف. هي عندنا الخارطة اللي اشتغلناها. هيك عندنا بتظهر الخارطة بالشكل النهائي. طبعا اي تعديل على الخارطة نروح احنا نرجع على الماب، نعمل حفظ على اساس اي تعديل جديد نقدر نعدله سريعا. هيك احنا حفظنا الماب اللي عملنا عليها الخارطة وبنقدر نعدل اي اشي. مثلا عندنا اسماء التجمعات السكنية اجمالا كبير حجمها. نروح على داتا فريم رقم 3، بدل ما هو 8 بنخليه مثلا 5. نعمل زوم كمان تصغير اكثر، هيك افضل اشي. نفس الطريقة اي تعديل بصير على الخارطة مدام احنا عاملين سيف للماب للارك ماب، نقدر نعدل ونبدل باي وقت. في نهاية هذا الدرس اتمنى ان تعجبكم هذه الخارطة، ولا تنسوا دعمنا بعمل اشتراك للقناة، سبسكرايب وتفعيل زر الجرس، واذا عجبك الفيديو تعمل لايك وشير لتفيد اي شخص حاب يتعلم في الـ RGS. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد اي شخص حاب يتعلم على الـ RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه. وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.